إذا مشاهدي قناة شوف تي في، صباح النور وصباح الخير عليكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب مدينة بن سليمان. كيف ما كتشوفوا معنا الخيرات اليوم تبارك الله، كل شيء موجود، الروكا، السول، الميرنافيلي، الباجو، القرب، الدرعي، الانشوبة، السردين، سيبيا، كروفيت، الخيرات كلها موجوده هذا الصباح تبارك الله. الرايه الحرشه، اللوموتشي، الخيرات خيرات الخيرات تبارك الله، الله يرزق غير الصحه والسلامه. اذا دائما الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، فالخيرات تبارك الله كل شيء موجود. هذا النوع شنو هو هذا؟ هذا ميرو. ميرو ميرو، يلا جديد هذا، يلا جديد، عمري ما شفتو شحال هذه، ما شفتو. علاش يطلبوا الناس ولا نجيبو؟ شحال داير هاد ميرو تبارك الله؟ داير 45 درهم. شو كيبان ليا بحال ضاحك؟ ولا باقي حي جديد. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. دابا ديما عندك الحوت ديال الخيط. ايه. أكثر ديال الحوت كيخرج بحال فمو. ديال الخيط؟ ديال الخيط يعني بالصنارة. بالصنارة تبارك الله. ديما كيكون حل فمو. ايه. هذا هو الشكل ديالهم. هاد بالأخص بالأخص هاد الماركة عندك هاد الماركة. دابا كاين الحوت الحاج اللي كتجرب الصنارة، وكاين اللي الشبكة. الحوت ديال الشبكه ما كنجيبوش انا، ما عنديش نهائيا. والسردين باش كيتصيد؟ الشبكه. هذا كنهضرك على الحوت الخشب. كنهضر على الحوت الابيض. برافو عليك. انت كلشي كتجي، اشنو الفرق ما بين في الشبكه والصناره في الحوت في القشره؟ وبالنسبه للصناره يعني كيقول الخيط، اما كيقول الخيط ولا كيقول البرانكري ولا كيقول المراخيره. ولا كنقول الكانطيره بحال سميه، كل منطقه عندها سميه ديالها. يعني كل حوت هذا كيتسمى ديال الصناره. الحوت ديال الصناره كيكون بجوده عاليه، والحوت ديالو كيموت في البر، ما كيموتش في الماء، كيموت خارج الماء. الوقت اللي الحوت كيخرج خارج الماء ما كيكونش بحال اللي جايف، بحال شي مثلا شي بهيمه، شي غادي نهضروا بهضره ديال العربيه. تمام. يعني بحال واحد بهيمه وجافت، واش غتاكلها؟ الله يعطيك الصحة. كتكون جيفة. دابا هذا ملي كيموت في الماء، حتى كتكون ملي كيموت في الماء كتكون الجودة ديالو ناقصة، ولكن ملي كيخرج، فهمتني، ملي كيخرج من الماء وكيموت في البر كتكون الجودة ديالو عالية. برافو لك على هذه المعلومة، الله يعطيك الصحة. نعطيو الأثمنة للمشاهدين. السردين. السردين 13 درهم. السردين 13، جودة عالية ما نهضروش عليها. لا ما نهضروش عليها. ديما جودة عالية، ديما جودة عالية. تبارك الله تبارك. باش كتعرفوا جودة عالية الحاج؟ كيكونوا بحال النقرة، عوينات كحلين. ما كيكونش فيه الدم. واحد الهضره كيقول لك حقا خاص الدم يكون خارج. اسمع ليا، الدم كيكون خارج هذاك غير مثلا بحال دابا غنورك عليها وغا يخرج الدم، شي راه بدا يخرج شبيه. الا خرج غير الدم هنايا، ولكن ولات العين ديالو حمراء. حمراء؟ لا، هذه المعلومه الوحيده اللي مهمه. مهمه وهي تمشي على العين، الا بانت على العين المومو ديال العين الكحوليه ولا احمر. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. السيبيا. السيبيا 60 درهم. 60 درهم، السيبيا كتجي من برا زعما، ما عندناش. كتجي ما عندناش، كاين عندنا ماركات أخرين هنا شوية غاليين. أنا كنجيبوا هذه شوية سميتو، أما الأخرين اللي غاليين سيركم. كنسمع عليها بأنه واعرة في الماكلة ديالها. هذه ما كنسمعها كان. وشوف اسمع ليا، الله سبحانه وتعالى أي حاجة كيقول لك في البحر حلال. صافي. غنتبعوا الله ولا غنتبعوا البشر. صافي الله. البشر ما عندهم ميه ديال. صح. البيجو. الباجو 60 درهم. هذا الباجو شامة. هذا الباجو شامة. الله يعطيك الصحة. الباجو شامة 60 درهم. فيه الغليظ، فيه الرقيق. وفي كيبدا من سكين لاكابانا ما كايناش. ها هي. كيبدا هذا كيبدا من نص كيلو حتى سميتو حتى 3 كيلو. الحبة كتكون فيها نص كيلو. نعم. وهذا الخير تبارك الله، هذا ميرو، هذا ميرو، هذا جودة عالية، هذا ميرو ولكن السمية الأصلية. شوف في هذا اللون هذا، وفي لون في جوج لونات تبارك الله. دابا هذا هو اللون ديالو الأصلي، هو هذا. هذا غير من اللي كيصيدوه كيكون مع بعضياته بحال هكايا، كيبقى هذا الكولور أبيض، أما اللون ديالو هو هذا. الله يعطيك الصحة. وهذا السمية ديالو ماشي ميرو، السمية ديالو لاباطيش. لاباطيش. أو بورة. أبورة. الله يعطيك الصحة على هذه المعلومة. أما ميرو، معلومات جديدة اليوم. ميرو الأصلية راه كيدير 220 درهم. الله يعطيك الصحة. ميرنافيلي. ميرنافيلي كدير 50 درهم. 50 الله يعطيك 50 درهم. أها. الراية كدير 40 درهم. الراية الحرشة 40 درهم. 40 درهم. الصول. الصول كيدير 70 درهم. 70 درهم باقي تبارك الله. لا لا باقي بالريوم ديالو. بالريوم ديالو. الله يعطيك الصحة. الفرق كيدير 55 درهم الروكا. الفرق 55 درهم هي الروكا. القمرون كيدير 75. القمرون 75 درهم. الميرلا كدير 55 درهم. ميرنا فريتور 55. الله يعطيك الصحة على هذه المعلومات. إيوا سيدي. وشكرا. الله يعطيك الصحة. المنزلة كيديرها؟
ومن ثلاث بينا الله يصوب الله يرحمنا يا ربي يزيدنا الشفاء يا ربي امين يعطيك الصحه هذا هو اهل دابا حنا دابا ما حد هذه الازمه كاينه اللي كانت ديال سميتو وما معولاها الشتاء لا شويه كيتازم بسرعه كيتازموا يدير الله خير ان شاء الله يا ربي امين والله سبحان الله كيدير على الخير يا ربي امين اذا المشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تي في تبارك الله الخيرات كيف ما شفتوا معنا الاسماء كلها موجوده الصوره امامكم كل شيء موجود تبارك الله سمك فقراء السردين موجود الثمن ديالو 13 درهم والصوص 70 درهم وسمعتوا الاثمنه كامله ديال الحوت فكل شيء موجود تبارك الله الله يرزق الصحه والسلامه دمتم في رعايه الله مشاهدينا الكرام والى اللقاء